يمكن الصداقة هنا ما بين ليلى علوي ويسرى واضحة جدا في مهرجان مالمو، ان يمكن من اول ما مع بداية المهرجان من على الطيارة وهم على طول مع بعض وايد واحدة، ويمكن الله اكبر الله اكبر 55. عايز اقول لك من قبل الطيارة كان من قبل الطيارة من قبل الطيارة. بصي احنا في عمر كامل في حياتنا مع بعض، ممكن ما نلتقيش كنا كتير، لكن دلوقتي ليلى بقت جارتي فبروح لها وهي يعني على طول مع بعض. ويعني انا وليلى والهام انا بتصور ان احنا الثلاثي المرح. بصي هقول لك حاجه، احنا الحمد لله يعني الله اكبر، ما ينفعش تقولي ان احنا مش واحد. يعني ما انساش لليلى مواقف كتيره مثلا عملتها معايا، طلع عليا اشاعه، هي اول واحده كلمتني وكانت في ميدان التحرير وادت امال، فهي حاسه بخوف عليا، وانا الله لا يقدر لو حصل حاجه هتلاقيني هي انا جنبها على طول. وكذلك الهام، انا لما تعبت الهام سافرت معايا وسابت كل حاجه عشان تبقى معايا. فبصي احنا لبعض وهنفضل لبعض، نختلف، نحب، نكره، نزعل، الدنيا تاخدنا من بعض تبعدنا عن بعض، بنرجع تاني مع بعض. يسرى النهارده اقول لك الحمد لله على السلامه، كمان زي الفل. الله الله يسلمك، الحمد لله. ده من نفسكم معايا، انتوا جبتوني المستشفى وشفتوا حالتي كانت شكلها ايه. الحمد لله، حسيتكم تستمتعوا اكتر بكوبنهاجن وهنتقابل تاني. I love you. I love you too. Bye to have.